طيب وكان دكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره كمان طبعا. كان سابق مثلي الاعلى يعني في ايه. طب قولي لي يعني انت دكتور مهند كان بطل عالم برضو بس اكيد كنت شايفه حاجه يعني هو كسر الحته دي ان احنا نروح للعالميه بالظبط إيه كنت شايفه ده زينا ولا انا من وانا صغيره مهند انا مش عارفه اقول مهند ولا انا طبعا بقول مهند لا طبعا دكتور مهند طبعا وخلي بالك هو دكتور زي طبعا دكتور هو كان مثل اعلى في كل حاجه يعني هو على المستوى العلمي كان دكتور اسنان على المستوى الرياضي كان بطل عالم على المستوى الاخلاقي من اكتر الناس المحترمه طبعًا والخلوقه طبعًا اللي انا اتعاملت معاها في حياتي طبعًا. فهو كان بالنسبه لي مثل اعلى في كل حاجه يعني كنا كل الجيل بتاعنا وجيل اصغر مننا بنبص لمهند ان هو ايقونه كلنا عايزين نبقى شبهه فيمكن هو برضو من الناس اللي سندتني كتير جدا في بدايه مشواري في اللعبه ان هو كان دايما بيقعد يتكلم معايا كان بينقل لي خبراته كنت بتمرن معاه جوه المنتخب يمكن هو كان كابتن فريق وانا كنت لسه اصغر لعيبه داخله في منتخب الكبار كان بيتمرن قصادي وما كانش عنده مشكله ان هو يقف مع لاعب صغير يصلح له حاجه ولا ان هو يتكلم معاه او ينصحه في حاجه لا تواضع طبعا فطبعا هو انسان جميل طبعًا.